المتحف المصري بيتلهب. مين قالك؟ لسه شايفاه في التلفزيون. يا رجاله يا شباب، المتحف بيتلهب، تعالوا ورايا. بس مفيش حركة جوه. صعب نسمع أو نحس بأي حاجة بتحصل جوه. يا شباب عايزين نعمل كوردون حوالين المتحف عشان لو في حد جوه ما يعرفش يخرج. يلا يلا يا شباب، شباب يلا يا جماعة، يلا نلف الحوض ومنح الدنيا بسرعة. بس عيب يلا بسرعة، في شباب كتير بره بيحاوطوا المتحف، يلا نلم حاجتنا ونهرب قبل ما يطوقوا المكان كله وما نعرفش نخرج. ونسيب كل ده؟ بلاش طمع، بارك الله فيما رزق، لموا يلا، لموا. ده كده رورا قوي. يلا يلا. بالراحة على اللي في ايديكم. يلا يلا. تطار ايد العداك غطار النار وللحبايب انديلي سرك قديم يمو الاسرار يعدرو ويعدو تطار ايد العداك غطار النار وللحبايب انديلي قبل الزمن بزمن قبله النور هنا وربط حبله على القلوب اللي تقابله ومشيوا في ظل سبيلي قبل الزمن بزمن قبله النور هنا وربط حبله على القلوب اللي تقابله ومشيوا في ظل سبيلي. بقول لكم ايه، احنا نتفرق من هنا، كل واحد هيمشي في اتجاه، لان لو شافونا مع بعض اي حد هيشك فين. ماشي، كل واحد يروح على بيته. يلا امينه فينش، خلوا الحاجات معاكم، هكلمكم بكره عشان نتقابل. يلا امشي من هنا. كنت من هنا. يلا